هو جه حاجه كده كان عقده 2 مليون ونص. بغض النظر بقى عن عقده ومش عقده، ده كده يا جماعه القضايا على نادي الزمالك بالتعويضات بالنسبه للاعيبه وبالنسبه للمدربين مبالغ كبيره جدا. وهو طب هيدفعها منين؟ وكمان يعني هيدفعها منين واصلا مفيش فلوس؟ يعني حتى لو خد فلوس كهربا مع فلوس امام عاشور مع مين تاني؟ مصطفى محمد مع ناس كتير. لا انت عندك امام عاشور وكهربا، هنقول 6 مليون يعني فلوس كهربا وامام عاشور 6 مليون ولا يكملوا؟ عشان كده قلنا رايحين في 6 مليون دولار يعني ولا ايه؟ ما يكملوش ده كهربا 2 مليون وشويه وامام عاشور 2 مليون. لا لا امام عاشور انا قريت ان هم 3 مليون ودخلوا الخزنه. 3 ايه بس يا كابتن؟ والله ولو 3 حتى هو ايه يعني فرقتش في النص. والله قريت يعني انا اخد دول عشان ادفع ابو طيب اللي ما لعبش ده غير ابو طيب بقى ما في برضه مشاكل ثانيه. لا قبض اللعيبه والحاجات اللي هي كلها اللي هي المهمه. انت عارف المفاجاه في ايه؟ بند اعاده البيع بتاع امام عاشور. لا مش حاجه. ايه بقى؟ للشركه اللي هي مسواها شركه تسويق مش لنادي الزمالك. ايه حاطه نفسها طرف؟ بص لي انا ليه؟ انت بتبص لي انا ليه؟ انا بستفسر. ونادي الزمالك كيف هو انا اللي حاطط البند؟ ما انا بستفسر. انت انا بند اعاده البيع بتاع امام عاشور من خلال الشركه؟ الشركه هي اللي هتاخده. يعني نادي الزمالك بره الموضوع خلاص بقى بقى ومشي خلاص يا كابتن. مش حاجه مش طبيعيه. خد ال 3 مليون شكرا. الله يعني ما حتى ما فيش يعني ما فيش في العقد بند بيقول ان امام عاشور ما هو ده اكمل في الشركه ان امام عاشور ما يلعبش في مصر غير في نادي الزمالك؟ لا 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 كابتن انت مش حاجه اسمها الكلام ده؟ الحاجات دي مش قانونيه. كان الاهلي عملها مع رمضان صبحي. ما انا عارف ان الكلام ده بند اذعان. ايوه ما بيعترفش بالاتحاد الدولي. ليه طيب؟ لا اصل كل شويه يقول لك ايه؟